صباح الورد للناس الورد، إطلالة من الفندق. ما زلنا اليوم تاريخ 18/5/2023 ودرجة الحرارة 7. شوفوا الدنيا بالله عليكم، يعني لو انك ما تضايق تجيك طاقة إيجابية عجيبة. الغيم نازل يا زين المنظر، صوت العصافير وصوت النهر المياه. صباح الورد للناس الورد. نحن الحين في هذا مطعم سمك في وادي زلرتال في النمسا. طبعا هذه بحيرة السمك. وادي زلرتال غني بكل حاجة، من الوديان السياحية جدا في النمسا. آخر الوادي على اليمين في قمة هنتروكس الثلجية، كذلك في شلالات، في أماكن، في زحليقة عجيبة، كذلك فيه مصنع أجبان، أشياء كثير في الوادي، مصنع مال العسل، الصابون، أشياء وايد صورتها في هالوادي. ومن هالوادي من هالجبال نعبر إلى ناحية شلال كرمل، وناحية كنا بنروح ناحية زلامسي وكابرون. نعبر من فوق الجبل، بنعبر بعدين إن شاء الله. هذا المطعم تغطى ثانية، نواصل. طبعا ما زلنا اليوم تاريخ 19/5/2023 ودرجة الحرارة ارتفعت 12. هذه الجزيرة اللي فيه هني يلسة، كرسي النفسيات هذا موجود. طبعا يا إخواني إذا تبغي تصيد بنفسك السمك يوفرون لك السنارة والشبكة، وكذلك إذا تبغي تأجر الغارب ولا تبغي توقف على وترمي على كيفك، الأمور طيبة. ويشو تبغي شل معاك السمك اللي صايدنه، تبغي تشوي عندهم، تبغي كذلك يعني من عندهم اللي موجود في الفريزر، كل شيء موجود، كل شيء موجود. بركة صيد السمك زلرتال النمسا. صبحكم الله بالخير مرة ثانية. هذه قمة هنتروكس، إحدى القمم الثلجية في النمسا اللي في آخر وادي زلرتال. هذا الموقف مجموعة من الفنادق، بس أكثرها يشتغل في الشتاء. أكثر الفنادق هني تشتغل في الشتاء. هذه القمة عبارة عن ثلاث مراحل إلى القمة اللي فوق. قيمة التذكرة رايح جاي 48 يورو. بنبدل يعني المرحلة الأولى بنبدل، المرحلة الثانية بنبدل إلى القمة الأخيرة. يلا وراي واحد واحد. ما زلنا بتاريخ 19/5/2023 ودرجة الحرارة 8. طبعا مثل ما تدرون في النمسا عدة قمم فيها ثلوج، حتى في الصيف بعض القمم فيها ثلوج، لكن انتو حظك يعني على حسب. اغلب الاحيان تلقون ثلوج. نزلنا من المرحلة الاولى وهذه المرحلة الثانية، وباقي مرحلة الى القمة. حياكم الله مرة ثانية. ما زلنا في تاريخ 19/5/2023 وهذه المرحلة الثانية في قمة هنتروكس. من اللي يبغي ثلج مديدي صوب الشاشة، وباقي لنا مرحلة. يا رب شوف هذا الوادي، يلا نطلع المرحلة الأخيرة.
ناخذ هذا الطقاط قبل لا نطلع. انا عاجبني الغيم هذا. ما حاليا بالاتجاه الى القمة الاخيرة. هذه هني القمة الأخيرة. هذا وضعنا. أشوفني منقز على صدري وزحلق. نواصل تصويرنا قبل النزول. يا رب جمال ما بعده جمال بصراحة. مثل النمل تحتك هناك اللي يتزحلقون. وصلنا زورنا. آخر مرحلة النزول إلى الأرض. شوف المنظر البانورامي العجيب. نواصل. هذا الشلال قريب من التلفريك. هذا هو الشلال. هذا الثاني. نواصل. تقرب أكثر للشلال. يا ليتهم مسوين جسر لين هناك. وهذا كرسي النفسي. كي تشوف كيف يختارون المواقع.
مساكم الله بالخير ويوه الخير. ما زلنا بتاريخ 19/25/23، وهذا المطل العجيب أنا مسمينه مطل مرمر. هذا طبعا وادي زلرتال تحتنا، هذا هني وقفة السيارات، وهذه الإطلالة العجيبة. يا جماعة، يتميز وادي زلرتال في فنادق شغغ مفروشة تكون بانورامية. إذا توفقت وسكنت في واحد من هالفنادق وتكون الإطلالة نفس الإطلالة هاي، تكون عايش جو ثاني. بس تكتب في جوجل فندق بانورامي في وادي زلرتال شغغ مفروشة يطلع لك. هذا المطل العجيب كل مرة أمر فيه بالانتقال إلى شلال كرمل. التقاطة ثانية، وادي زلرتال النمسا. حاليا احنا في بلدة جيرلوس النمسا. هذا الخانق بننزل تحت شوي. هذه البلدة الجميلة جدا وتعتبر مصيف شتوي، وفيها عدة مماشي، مماشي جميلة. بنمشي على واحد، هذا واحد من المماشي لين البحيرة. شوفوا بالله عليكم، هذه هي النمسا الساحرة. شالين عيالهم على البوني. هذه البحيرة بنطلع لها بالصوب الثاني. هاي بالبوني مالهم. نواصل تصويرنا. نواصل تصويرنا. شوفوا محلات البحيرة بس. هذا الممشى الثاني، ان دخلت صرت رحت يم يسار ولا يمين.
كل الطرق تؤدي. هني فيه ألعاب للأطفال، أشياء يعني أكشن زيادة عنه. ممشى جميل، شوفوا كيف في أماكن تنزل لين النهر، شوفوا مسوين تماثيل وحاجات حق الأطفال. هني بعد مجموعة ألعاب فوق، هذه اسمها بسم الله الحديقة. شوفوا الممشى كيف، كم تمشي فيه. نواصل تصويرنا في هالممشى، تمر على التماثيل هاي وغيرها. ممشى جميل جدا، حاطين لكم عدة بعد الطاولات وعدة الشوي. تعال هات البربيكيو مالك بسيده. لو هذه بعد تقدر تنزل تبرد ريولك، تحط ريولك في الماي، امورك طيبه، ما عندك اي مشكله. نواصل تصويرنا. حياكم الله وبياكم. هذه هي بلدة قيرلس النمساوية. طبعا هذا منتجع شتوي، كل شيء مسكر، الفنادق المطاعم شغلهم في الشتاء فقط. دور لي مطعم حق غدا ما تدن. الحين بنزل على شلال كرمل من الناحية الثانية. قيرلس النمسا، العالم محصلين مطعم يجلسون. هذا المبنى المميز، حياكم الله وبياكم. هذا مطل، واحد من المطلات، وانت نازل من غصوب قرية قيرلس الى شلال كرمل. هذا واحد من المطلات العديد الموجود على هالهايوي. هذاك شلال كرمل، بسوي تقريب. هذا هو الشلال، في عدة توقفات لين نوصل الشلال. بحط الحداثي، هذا الحداثي، هذاك تحت حداثي من الممشى على نهر قيرلس. مساكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذا مدخل شلال كرمل، طبعا أشهر وأكبر شلال في النمسا، ويزوره فوق 3 مليون سائح سنويا. هذا الشلال يعد من الشلالات المشهورة في أوروبا وغير أوروبا، صيت ذاع العالم، ويعتبر رمز للنمساويين. نواصل مشينا. هذا مكتب التذاكر، بس أنا ساكن بالغرب منه، في أي فندق تسكن هني تدخل ببلاش. اليوم قوته 75%.
لا الكرمل كرمل 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 النمسا برد برد. نواصل يا رب. هذه أجوائي اليوم باي بفراشي هني بنسدح. حملوا من الزلق ترى هاي كل الصخور اللي تشوفونها كلها زلقة انتبهوا. التقاطات سريعة. خرست من الماي مول كبري يا قاطر. المكان شبه فاضي. هذه مناطق الاستراحة جلسات امتداد امتداد النهر مع الشلال. وفي مثل ما اقول لكم في خدمة سيارات توديكم لين فوق 30-35 يورو تي تقريبا توديكم لين المصب من فوق. هذا عند مدخل شلال كرمل. أول ما تدخلون حتى قبل التذاكر. مساكم الله بالخير يا ولي الخير. هذا فندق شلال كرمل جنب شلال كرمل ب 112 يورو مع الافطار وقفة السيارة مجانية. الفندق زين جميل وهالبلكونة وشوفوا الاطلالة. هذه الاطلالة